السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كما كتشوفوا هذا النهار غندير معكم هذا الكيك اللي هو زوين بزاف بالشوكولات، كيجي رائع بزاف. بالنسبة لطريقة تحضير بسيطة، الكيك هو هذا، كتعطينا يعني كمية لا بأس بها، يعني 12 قطعة او اكثر، يعني كبرتهم. بالنسبة لطريقة تحضير بسيطة ومكونات كذلك، الى عجبتكم هذه الوصفة ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة. ندعو على بركة الله طريقة التحضير. اخواتي المكونات هما هادو. كنحتاجو كاس ديال السكر، عندنا واحد الكاس الى ربع ديال الزيت، عندنا كاس الحليب، بالنسبه للبيض أربعة، عندنا جوج خميرة وجوج ساشي ديال الشكلاط اولا جوج معالق كبار ديال الشكلاط الا كان ديال لابار، واحد الفانيليا، الدقيق، عندنا واحد جوج كيسان ديال الدقيق، المهم على حسب الا كان دخ كيشرب ولا ما كيشربش، جوج كيسان وشويه او المهم غتشوفوا طريقه التحضير. ندعو على بركه الله. بالنسبه للكيك غادي نديرو غير بهذا الخلاط اليدوي بدون خلاط كهربائي، هاد البيضات ديرو السكر، فاني، ديرو الزيت، تخلطو مزيان. باش تشوفو ملي خلطنا مزيان هانتوما كيجي على هاد الشكل. تقدرو ديرو بضرب كهربائي يعني كيطلع كتر محسن من هكا، وكاس الحليب ميكونش بارد. خلطة نديرو الدقيق، هذا كاس تاني، مرات 16 غرام الوحدة فيها 8، وهاد ساشيت ديال الكاكاو جوج أو ثلاثة على حسب إلا خاصكم تزيدو التالت، من جوج معالق كبار حتى تلات معالق كبار. أخواتي دابا غندخل الفران، سخنتو يعني تسخنو في الأول فران ديال الضو، وغادي نخليها على درجة 175 180 حتى كطيب ليكم تبان طابت طابت من التحت. شعلو عليها من الفوق، يعني شعلوها من التحت هو الأول باش الفوق، نتلاقاو من بعد تشوفو الشكل النهائي ديالها. كما شتو أخواتي الكيك ديالنا هو منين طاب كيجي رطب، باقي سخون شويه، غادي نسقيوه بالحليب. قبل ما نسقيوه نديرو واحد الفرشيطه هكا باش يدخل في داك الحليب، يمتص داك الحليب مزيان. اخواتي دابا غنديرو واحد الكريمه غتكون بيضه اللي هي شانتيي، شريت هاد البواطه هادي. المهم اخواتي ما عارفينش، وجوج معالق كبار ديال الكوك اولا جوز الهند رقيق، وكاس الحليب تيكون بارد. نقدروا نزيدو واحد شويه الحليب الا كان خاصنا، المهم الكريمه ما تكونش بحال شونتي ثقيله بزاف. ديروا الحليب، خواتي غنزيدو واحد نص كاس ديال الحليب، يعني كاس ونص ديال الحليب، وغادي نخلطو لان غادي نزيدو الكوك. بالنسبه للصلصه ديال الشوكولات اللي غنديروا الفوق، نحتاج جوج كيسان ديال الحليب، عندنا هنا ثلاث معالق كبار ديال السكر، ثلاثه جوج معالق كبار ديال الكاكاو،
جوج معالق كبار ديال المايزينا. تقدروا ديروا بلاصه مايزينا دقيق، دير واحد معلقه كبيره ديال الدقيق، جوج معالق ما عامرينش بزاف، معلقه كبيره ديال الزبده، والشكلاط. الشكلاط ما يكونش كحل، خديت هذه الصغيره، المهم تقريبا شحال في 100 غرام هكا، والشكلاط. وغادي نديرو طريقه التحضير. خواتي ناخذ الحليب، ديرو الكاسرونه، السكر، نخلطو السكر، كنديرو مايزينا، نخلطوه مزيان، ديرو كاكاو، دابا غادي نحطها في الفوطة، نخليو الزبدة والشكلاط حتى لاخر. ثم خواتي بداو تحركو حتى كيعقد، كتسو العافية متكونش مجهدة، غير تسخن ليكم صافي، كتسو العافية. غادي وغادي يعقد، هو تقال، نطفي عليه باش نزيد عليه الشكلاط. دابا غادي نزيدو هداك الشكلاط الزبدة والشكلاط، كنديرو محدو سخون باش دغيا يدوب، نخلطو. الصلصة كتجي على هاد الشكل، كتجي خاطرة، وراه غادي تقال ملي غتبرد. خلطو ديك الزبدة مزيان، غادي نديرو الكريمة من بعد ما عندنا في الثلاجة بردات، وهادي شربة الحليب غندهنوها. ندخلو هاد التلاجة غير واحد الشوية ما تبرد ونطلقها. خواتي من بعد ما بردات شوية وكذلك صوبنا هاد الصلصة ديال الشكلاط وبردات، خصناش نديروها هي سخونة، غنديروها فوق كنحركوها بحال هكا باش تقاد، بلا ما نسرحوها بالسباتول، وتنحطوها في التلاجة حتى نحسو بأنها صافي تجمعات، وتلقاو من بعد. أخواتي الكيك من بعد ما خرج من التلاجة دابا راه بارد، وبالنسبة للصلصة راه تجمعات، مبقاش كما كانت كتحرك سائلة. دابا غنقطعوها وتشوفو الشكل ديالها كي داير. نقدرو نزينو هاد الكيك هذا بشوية الكوك هكايا، نرشو رشيشة. يعني خرجت لنا تقريبا 12 طرف.
اخواتي الكيك ديالنا هو هذا كما كتشوفوا، كيجي رائع وزوين بزاف بالنسبه للصلصه ديال الشوكولا، كما كتجي لذيذه بزاف، والكريمه اللي عملنا كذلك، والكيك راه كيجي رطب. نتمنى اخواتي ان هاد الكيك يعجبكم، الى عجبتكم هاد الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو فيديوهات مع الاصدقاء. مع السلامه، مع فيديو جديد ان شاء الله، بالصحه والراحه.